السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم إسراء صبري، أهلا وسهلا بيكم في كلينيكا ليكا. المرة اللي فاتت كنا خلصنا الليبد والديسليبيديميا، كنا خدنا قبلها الهايبرتينشن. جيت دور دلوقتي على الأنجينا بكتوريس أو الذبحة الصدرية. في البداية نحب بس نوضح كام حاجة كده. احنا عندنا أكتر من تعريف لازم نبقى فاهمينه. عندنا في حاجة اسمها CHD، في حاجة اسمها IHD، وفي حاجة اسمها CAD، وفي الأنجينا. طيب مين دول؟ أولا أول ثلاثة هما الاتنين حاجة واحدة، coronary heart disease أو ischemic heart disease أو coronary artery disease. التلاتة زي بعض بالظبط، تمام؟ يعني ايه بقى كل دولت؟ سواء coronary heart disease أو coronary artery disease أو ischemic heart disease، ده بتبقى مشكلة في القلب نتيجة إن الأكسجين مش واصل للقلب بالطريقة الكافية، وغالبا ده بيبقى نتيجة وجود جلطة اللي هي الأثيروسكلروزز بولجينج اللي احنا اتفقنا عليها المرة اللي فاتت، يعني في المحاضرة اللي فاتت كانت كتير أوي، تمام؟ فلما نيجي نتكلم على التعريف بقى اللي هو بتاع الفارماكوبيا، يعني هنقول ان هو ديفكت موجود في الكورونري ارتريز. يعني ايه كورونري ارتريز؟ برضو كنا قلناها قبل كده، كورونري ارتريز ديت هي الاورده اللي بتغذي القلب بالدم، فبنقول ان حصل فيها ديفكت، سواء الديفكت او المشكله اللي حصلت فيها ديت لانه ضاق، يعني الشريان نفسه الشريان التاجي ده ضاق ضيق، لما حصل فيه مشكلة في الفانكشن بتاعه، يعني مثلا ما بقاش بيعرف يعمل دايليتيشن كويس، ما بقاش بيعرف ينقبض كويس، ينبسط مش كويس كده، يعني يبقى هي ايه ديفكت موجود في الكورونري ارتري. الديفكت دوت هيعمل لي امراض كتير قوي، زي حاجة مثلا زي المايكارديال انفاركشن، هناخده المايكارديال انفاركشن دوت اللي هو بيحصل ان في جزء في القلب بيموت. ليه؟ لان مش وصل له اكسجين، مش وصل له دم، هيدق ازاي؟ فالجزء ده بيموت، تمام. المهم يعني ان دوت ممكن يبدا معاك من بدري الشر، يعني بس ما يعني ما بنعرفوش الا لما نتحط تحت ستريس او لما الانسان بيكبر كده، يعني كلمه فاضيه. بس هو اهم حاجه التعريف بتاع الكورونري ارتري ديزيز او الاسكيميك ارتري ديزيز أو coronary artery disease. لازم نعرف إن التلاتة، واحد كلمة إسكيميا، إسكيميا يعني نقص أكسجين، يعني من الآخر التلاتة طالما هما الاتنين معنا بعض يبقى التلاتة معناهم واحد، هو حصل defect في coronary arteries اللي هو الأثيروسكلروتيك بلوك فورميشن، حصلت لي فاتقفل الشريان بتاعي فعمل لي إسكيميا. الإسكيميا ديت بتخلي الدم ما يروحش للقلب، فالقلب ما يبقى إيه non function، تمام. امال ايه بقى الانجينا ديت؟ الانجينا دوت ده مش مرض، مش مرض اسمه انجينا، الانجينا ده عرض. يعني ايه برضو ما فهمناش؟ مرض يعني مشكله، مثلا زي الهايبرتنشن، زي مثلا الهارت فيلير، ده اسمه ايه مرض، انما عرض زي السخونيه كده. فالانجينا هو عرض، هو سيمتومز، يبقى الانجينا اتس ا سيمتوم group of symptoms، نتيجة اسكيميا في القلب بتعمل لي وجع فظيع فين؟ في الصدر. يبقى تاني، ايه هو الانجينا بيكتوريس؟ دوت symptoms due to ischemic heart disease، تمام، عدم وصول اكسجين كافي في القلب. بيسبب لي ايه؟ بيسبب لي عملية ألم في الصدر فظيعة، ولسه هنعرف كمان ان هو مش بيبقى ألم في الصدر بس، ده بيبقى ألم موجود في الصدر، وتلاقي البيشنت ماسك دراعه اليمين ومش قادر يحركه، وحاجة كده اسمها ايه radiation، يعني الألم موجود في الصدر بس بيشع، مش بيشع يعني انت كلنا هنتضر، لا يعني قصدي بيتنقل في الأماكن كتير، فتلاقي المشكلة في صدره بس ظهره وجعه. اه ده كده انجينا بيكتيورز، تمام. المهم يعني ان الانجينا ديت دي بتبقى عرض لوجود مثلا حاجه زي الفشل القلبي اللي هو الهارت فيلير،
او مثلا المايوكارديال انفاركشن، انا مش عارفه يعني ايه بالعربي، اللي هي وجود جزء ميت في القلب، او مثلا حاجه زي الاريزميا. الاريزميا ديت عدم النظام في ضربات القلب. المهم ان دوت الانجينا ديت لما بتحصل بتديني الارت كده، اللي هو خد بالك في مشكله فين في الشريان التاجي، روح بسرعه على المستشفى. يبقى كده احنا خدنا الديفينيشن بتاعت 1 و2 و3، اتفقنا الكورونري هارت ديزيز او اسكيميك هارت ديزيز او كارديك ارتري ديزيز، كورونري ارتري ديزيز. الثلاثه دولت معناهم عدم وصول اكسجين كفايه للقلب نتيجة ديفكت في الكورونري ارتري، اللي هي غالبا تكون جلطة اللي هي الاثيروسكلروتيك بالجنج. انما الانجينا، الانجينا it is a symptoms او group of symptoms بتعمل لي indication ان في ischemic heart disease. يبقى بتعمل لي indication ان في ischemic heart disease، يعني في مشكلة في القلب نتيجة قلة الاكسجين. طيب نشوف السؤال التاني. السؤال التاني بيقول لي مين هو الابيدايمولوجي. ايه هي الابيدايمولوجي؟ الابيدايمولوجي ديت يعني التوزيع السكاني كده، يعني مين واخد اكتر، مين اللي بيعيا بالمرض دوت كده يعني. فبيقول لك الابيدايمولوجي، اولا خلينا نقتنع ان احنا بقى مش هنقول انجينا، احنا متفقين دلوقتي ان الانجينا ده سيمبتومز، انا اتكلم عن المرض نفسه اللي هم الاسكيميك هارت ديزيز، اللي هو الهارت فيلير والاريزميا والمايوكارديال انفاركشن والحاجات ديت، تمام، sudden heart this كل الحاجات ديت اسمهم ischemic heart disease. يبقى ischemic heart disease دوت ده مش مرض، ده جروب من الامراض كده، الجروب ده كله عنده symptoms واحده اللي هي الانجينا. يبقى الانجينا it is a symptoms for ischemic heart disease اللي هو myocardial و heart failure و stroke وكل الحاجات ديت والاريزميا والكلام الجميل ده، تمام. طيب الابيديمولوجي بتاعتي بقى بيقول لك حدوثها في المتوسط العمر اللي هي تقريبا من 35 ل 45 او 50 سنه، بيبقى زياده قوي عند الرجاله نتيجه المايوكارديال انفاركشن. المايوكارديال انفاركشن ده انا بصراحه مش عارفه يعني ايه هو بالعربي، يعني انا عارفه ان الانجينا يعني ذبحه، لو المايوكارديال انفاركشن ده يعني الكلمه الصريحه بتاعته ايه بالعربي معرفش، بس هي مايو يعني عضله، كارديال يعني قلب، انفاركشن يعني خلل، يعني هو خلل في عضلة القلب بتبقى نتيجة عدم وصول الأكسجين زيادة، فعضلة القلب بيحصل إن جزء منها بيموت، فالقلب بيبقى كفاءته أقل لأنه ما بيضخش بالشكل الكافي اللي الطبيعي القلب بيضخ. قشطة. طيب يبقى أنا عندي، خلينا نتكلم في الإبيدايمولوجي. فبيقول لك في متوسط العمر نتيجة المايوكارديال انفاركشن بتحصل عند الرجالة أكتر من الستات، تمام، انما عند الستات اكتر من الرجاله 2 ل3 مرات لما الست بتعدي المينيبوز، يعني لما بتوصل لسن الياس بتبقى الريسك بتاع الست اكتر 2 ل3 من الريسك بتاع الراجل. تاني انا استفدت ايه من الجمله ديت؟ دلوقتي انا جالي كيس، تمام، في ميل دي ست، تمام، ابص على عمرها، والله لو لقيتها 60 سنه مثلا فدي اكيد اكيد في المينيبوز، يعني دي كده كده اكيد اكيد خلاص هي في سن الياس، تمام، ما بحبش كلمه سن الياس دي بتضايق. المهم يعني هي اكيد اكيد في المينيبوزل تايم يعني، فهقول ان ده من ضمن الريسك فاكتور بتاعتها، يعني مجرد ان هي تبقى في ميل مينيبوز عندها ريسك ان يجيلها انجينال اتاك نتيجه مايوكارديال انفاركشن. يجي لي كيس تانية ميل عنده 35 سنة، ده ريسك ان هو يجيله مايوكارديال انفاركشن، لان المايوكارديال انفاركشن او الانجينا في الميل بتبقى اكتر من الفيميل في الميدل ايج، تمام. ده كده يعني السؤال ده هو ده الخلاصة بتاعته. ماشي كده احنا خلصنا ايه؟ خلصنا السؤال التاني وعرفنا احنا كل اللي احنا عايزين منه الجملة ديت، في ميل مينيبوز عندها ريسك، ميل ميدل ايج عنده ريسك مش العكس، تمام. بس هي معلومه كده صغيره يعني، ليه؟ لان الفيميل قبل، يعني ده بره الحوار بس انا هقوله لكم يعني باب العلم للشيء، الفيميل قبل المينيبوز بيبقى عندها نسبه استروجين عاليه، الاستروجين دوت اساسا كارديو بروتكتيف، يعني الاستروجين دوت وجوده في جسم الفيميل بيعمل لها وقايه من تكون الجلطات ومن حدوث مشاكل القلب ومن حدوث مشاكل البلود فيزلز بشكل عام، تمام. فلما بتوصل للمينيبوز طبعا الاستروجين بيختفي، فبيبتدي كل المشاكل دي ايه تظهر عندها.
الكلاسيفيكيشن، كلاسيفيكيشن بتاعت ايه؟ كلاسيفيكيشن بتاعت الانجينا. فانا الانجينا عندي متقسمه، الانجينا هي سيمتومز، هي سيمتوم تمام. السيمتوم دوت ممكن يبقى نتيجه حاجه من الاتنين، يا اما نتيجه اثيروسكلروزز يعني نتيجه تكون جلطه، او مش نتيجه تكون جلطه. الاثيروسكلروز دي ارميها على جنب دلوقتي، لسه هنشرحها بالتفصيل. خلينا نتكلم شويه على النون اثيروسكلروز اللي هي اسمها variant angina. الفاريانت انجينا دي اصلا مش بتدللي على ان في ischemic heart disease. يعني ايه برضو مش فاهم؟ يعني في مشكله، في وجع، في بص، هو مريض الانجينا السيمتومز بتاعت الانجينا سن يقول لك انا حاسس ان جسم، ان صدري بيتحصر، احساس العصر دوت هو ده الانجينا اصلا. هناخد بالتفصيل كل حاجه تمام. فالمهم بيقول لك ساعات يجي لك زي سبازم كده، يعني مش عارفه اسمها ايه، بس مش مغص، يعني اكيد مش مغص في صدرك، بس قفشه كده، الصدر يقفش كده، فالناس تقول اجري ده انجينا. لا، ممكن تبقى مش انجينا، ممكن تبقى حاجه اسمها فاريانت انجينا، والفاريانت انجينا مهمه جدا 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 جدا، تعتبر اهم من الانجينا نفسها. ليه؟ لان الانجينا يعني بنعرف نعالجها، انما الفاريانت انجينا بتختفي. ناس كتير بتعمل ميس دايجنوزز، تقول ان الفاريانت انجينا دي انجينا، فبدل ما افيد الانسان اضره، لان انا هديله ادويه هو مش محتاجها اصلا. فمهم جدا جدا نعرف ايه اسباب الفاريانت انجينا. بالنسبه للسيمتومز فهي هي، يعني هي نفس السيمتومز، مفيش اي اختلاف في السيمتومز خالص، برضو تشيست بين وريدييشن وكل حاجه، انما اختلاف في السبب، وهنعرف ان في اختلاف في المده واختلاف في نسبه الالم، بس السيمتومز كظاهريا كده الاثنين فيهم ايه؟ الم في الصدر، الاثنين تشيست بين. الانجينا يعني تشيست بين، سواء هنا تشيست بين سواء هنا تشيست بين. الفروقات بقى بتاعت نسبه الوجع، مده الوجع، هي دي اللي هتفرق اللي بين ده وبين ده. واهم فرقه طبعا الاسباب، ده نتيجه ان في شرايين مقفوله، ده مش نتيجه ان في شرايين مقفوله. امال ايه بقى كلمه كاردياك دوت بقى؟ انا ممكن يبقى عندي مشكله في القلب بس مش اسكيميك. مش فاهمين؟ مش انا اتفقت في البدايه خالص ان الانجينا بيكتوريوس اللي انا بتكلم عليها دي سيمبتومز لوجود اسكيميك هارت ديزيز، يعني مفيش اكسجين وكفايه واصل للقلب، وهو دوت اللي سبب الالم ده. طب هل كل المشاكل بتاعه القلب لازم تبقى عدم وصول اكسجين كفايه للقلب؟ لا، في مشاكل تانية. مشاكل زي ايه مثلا؟ اسمها نون اسكيميك هارت ديزيز، نون اسكيميك هارت ديزيز، زي مثلا ان يحصل فيه، احنا عارفين ان القلب بيبقى فيه غشاء كده محوطه اسمها بريكارديال ميمبرين، لو حصل فيه التهابات اسمها بريكارديال انفلاميشن او بريكارتيتس تمام. انفلاميشن، انا اسفه عشان انا عندي برد، انا حاولت اعالج نفسي الاسبوع ده كله عشان كده اتاخرت في تنزيل الفيديو، بس يعني لقيت نفسي اتاخرت قوي، فمعلش بقى استحملوا صوتي يعني. تاني، نرجع تاني للموضوع النون اسكيميك هارت ديزيز، حاجه زي ايه؟ حاجه زي البريكارديتس، يعني وجود التهابات في البريكارديال ميمبرين تمام. طيب حاجه تانية مثلا زي وجود اورتيك ديستشن، يعني ايه؟ يعني طيب ايه تاني ممكن يعمل الانجينا بين وهو مش اثيروسكلروتيك كوز وكاردياك؟ يعني مشكلة في القلب مش نتيجة وجود اسكيميا. حاجة تانية اسمها aortic distension، يعني ايه؟ يعني حصل قطع في شريان زي شريان الأورطة، ده طبعا كفيل ان هو يعمل انجينال بين، بس كل الكلام ده منقولش عليه انجينال بين، بنقول عليه ايه؟ بنقول عليه chest pain. لما كلمة انجينا احنا سايبينها لموضوع اللي هو الاسكيميك ديزيز. طيب ايه الحاجات النون كاردياك؟ اول حاجة عندنا انيميا، يعني انا عندي انيميا ممكن بعد الشر يعني. حاجة تانية اسمها النيموستريكس، النيموستريكس ديت بيحصل كولابس في الرئة، يعني الرئة بتقفل على بعض كده نتيجة ان مفيش هوا كفاية،
وإن الإنسان مش قادر يتنفس، فالرئة بتحصل فيها كولابس، بتقفل على بعض. ده طبعا بيعمل ألم كبير جدا، يعني تخيل هات بالونة وفجأة روح شيلها، هتلاقي الهوا كله طلع منها ولزق في بعض. هو ده بالظبط الايه، النيوستراكس. تالت حاجة عندنا حاجة اسمها سيروتوكسيكوزيس. السيروتوكسيكوزيس دوت بتبقى حالة من ان الهارت ريت اللي هي ضربات القلب بتزيد قوي، وبيحصل ان الانسان بيقعد يتنفس جامد 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 قوي. فدوت هيعمل لي برضو الايه، البين. ده حاجة كمان العصبية والضيق، يعني طبعا في المسلسلات العربي كلنا تلاقي الإنسان اتضايق وفجأة راح مسك صدره وبتعصر ويروح ميت. فطبعا الحاجة الواحد لما بيتضايق برضو بيحصل ايه، نفس الموضوع دوت. الحاجات بقى الغريبة جدا اللي ممكن تستغربوها، الجال بلادر انفلاميشن، التهاب اللي هو الجال بلادر اللي هي المرارة، تمام. الالتهاب بتاعها ديت القناة المرارية دي لما بتلتهب بتعمل angina like symptoms. حاجة كمان ان لو الانسان شم كربون مونوكسيد، كربون مونوكسيد دوت بنشمه كتير لو في حريقة او كده، فتلاقي كربون مونوكسيد ده بيخرج، برضه الكربون مونوكسيد بيعمل angina like symptoms. حاجة برضه من الحاجات الغريبة جدا الجيرت، اللي هو عملية اللي هو الجيرت ده اللي هو gastro esophagus reflex disease، اللي هو ارتجاع المريء. ارتجاع المريء بيعمل angina like symptoms. يبقى عندنا الفاريانت انجينا ديت، لما حد بيحب يلعب في الكيسز هيلعب لك في الفاريانت انجينا. ليه؟ لان هي شكل الانجينا بس هي مش انجينا. هتلاقي الاسباب مكتوب، هتلاقي باين كده الانسان ده عنده انيميا، دخل لي المستشفى قبل كده كان عنده مشكله في الجال بلادر مثلا، حجزته فرحت لقيت فيه عنده بريكارتايتس whatever. يعني غالبا هتقول هيبقى هتبقى هتيجي بصيغة ان هو كان بيلعب رياضة وبيجري جامد وفجأة حصل له بين، تمام. المهم يعني خلي الكيسز لوحدها، نكمل شرح ده كده بالنسبة للايه، للنون اسير سكوليروز. طب الاسير سكوليروزز بقى ايه، ستيبل وايه انستيبل؟ بص يا سيدي، عندنا الانجينا الاسير سكوليروزز كوز ديت اتفقنا اللي هي نتيجة تكون جلطة. والله لو الجلطة دي اتثبتلي في مكانها، يعني هي مثلا مسكت لي شريان معين وقعدت فيه، يبقى كتر خيرها دي اسمها ستيبل، ودي بتبقى حالة مريحة جدا وبتبقى حاجة يعني قمر وبنعرف نتحكم فيها، ويعني بتبقى كويسة تمام. وحتى البين بتاعها يعني الألم بتاع الأنجينا دوت ما بيوصلش الا لما الارتري نفسها بتتقفل لدرجة 70%. مش فاهمين يعني، انا دلوقتي عندي البيشنت بتاعي متكون عنده جلطة زي مثلا في الشريان التاجي، الجلطة ديت سبتالي في مكانها، انا بعالج الجلطة ديت وهو ماشي على الدواء. امتى يحصل له البين وامتى تحصل له الانجينا؟ لما يحصل ان الجلطه ديت رغم الدواء اللي انا بديه دوت برضو تتكون وتقفل لي الشريان بتاعي بنسبه 70%، شرياني اتقفل بنسبه 70% تبدا الانجينا الاتاك تجي، تمام. يبقى هي الستيبل انجينا ديت بالبلجنج وقفالي في مطرحها ما بتتحركش وحاجه ايه كويسه كده. طيب وكمان بتحصل من اهم مميزات الكرونيك ستيبل انجينا ان هي ما بتحصلش الا لما الانسان يبذل مجهود. يعني ايه؟ يعني الانسان مثلا برضو نفس الكلام بيجري، هو ممنوع عليه الجري اساسا والحركه الكتير، وممنوع عليه العصبيه وي 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 كل الكلام دوت، فتلاقيه عامل كل الحاجات الممنوعات اللي عليه دوت وفجاه صدري وجعني، يبقى دوت ايه، مريض ستيبل انجينا طالما الانجينا جات له في حاله حركه. طيب الانستيبل انجينا بقى ليه هي انستيبل؟ اتفقنا ان الجلطه بتتحرك من حته لحته، صح. طب هي فعلا بتتحرك من حته لحته؟ بصراحه لا، هي بتتحركش من حته لحته. امال ايه اللي بيحصل وهي في مكانها؟ بتبقى الجلطه بتاعه الانستيبل انجينا مختلفه شويه عن بتاعه الاستيبل انجينا، برضه ما فهمناش. يعني بتاعه الاستيبل انجينا ناشفه كده شويه ماسكه نفسها،
فلزقالي في البلاط في البلاط فيزل فمش هتتحرك. انما بتاعه الستيبل انجينا تبقى عامله زي البالونه كده، هي عباره عن حاجه مليانه انفلاماتوري سيل وواقفه فجاه بدون اي مقدمات كده من نفسها، تروح متجننه ومقرره ان هي تنفجر. بالونه مليانه انفلاماتوري سيل انفجرت، لما البالونه اللي مليانه انفلاماتوري سيل ديت هتنفجر هتعمل ايه؟ كنا واخدينها في الديسليبيديميا. ديسليبيديميا كان فيه شرط احمر هنا كده، كان فيه شرح ان ازاي عمليه تكون الجلطه، فكان ان انا عندي ماكروفاج، الماكروفاج دوت بيروح ياكل ال LDL ومش عارفه ايه والى اخره، فلما لو وصلت الى اخره ديت هتبقى ستيبل. طب لو ما وصلتش ودنتني عامله زي البالونه اللي مليانه انفلاماتوري سيل هتعمل لي انستيبل انجاين. البالونه هتنفجر هيطلع لي الانفلاماتوري سيل، الانفلاماتوري سيلز الكتير ديت اول ما توصل لي وتشوف التشو، التشو اللي هي الانسجه وكده، هيبدا مين اللي يجي؟ الحاجات اللي هي الحاجات اللي هي بتاعه التجلط اللي عندنا في جسمنا اللي هي البليتلت اجليجيشن فاكتورز، هتيجي تمسكها. هيحصل ايه؟ هيحصل كواجيوليشن، يعني هيحصل تجلط. التجلط دوت في مكان جديد غير المكان القديم، هو دوت اللي بيسبب البين الفجر. ما تكون افتهمت. باختصار انا عندي بالونه، البالونه ديت مليانه انفلاماتوري سيل، الانفلاماتوري سيل ديت هتروح فجاه البالونه تنفجر في لوحدها، هيجي الحاجات اللي بتنقذني عشان خاطر لما يحصلليش بليدنج، الحاجات دي في جسمي عشان خاطر ما يحصلليش اي نزيف، فتيجي تروح عشان خاطر تمسكني الانفلاماتوري سيل ديت، هتروح عامله لي ايه؟ تروح مكونه لي جلطه. الجلطه دي هتبقى في مكان جديد، المكان الجديد ده دوت اللي هيعمل لي الايه؟ الالم. طيب كده اتكلمنا عن الستيبل، واتكلمنا عن الايه؟ الان ستيبل، واتكلمنا كمان عن الايه؟ الفاريانت انجاين. عندنا حاجه قبل ما نتكلم في الكورونري اناتومي، عندنا حاجه فيها اسمها بقى ايه؟ اسمها سايلنت او اسيبتوماتيك مايكارديال اسكيميا. ايه الحوار ده؟ يعني ده بقى عكس الايه؟ الفاريانت. الفاريانت انجينا هي وجود انجينا سيمبتومز مع عدم وجود اثيروسكلروزس او اسكيميك هارت ديزيز، صح؟ ده كده الايه؟ الفاريانت انجينا. انما عندنا السايلنت مايوكارديال او الاسيبتوماتيك مايوكارديال، ده مايوكارديال انفاركشن يعني اسكيميك هارت ديزيز بس ملوش انجينا سيمبتومز. سبحان الله، هو كده. يبقى لو حد عنده مايوكارديال اسكيميا، مايوكارديال ديزيز، وما عندوش انجينا بتجيله ولا عنده تشيست بين ولا الحاجات ديت، بيبقى اسمه سايلنت او اسيبتوماتيك مايوكارديال اسكيميا. امال بنعرف منين؟ وهو رايح بالصدفه يعمل الاي سي جي اللي هو الجهاز بتاع القلب، هيكتشف وجود ايه؟ مايوكارديال انفاركشن. تمام. في عندنا بقى حاجة عكس السايلنت وعكس الفاريانت، دي يعني احنا اتفقنا ان الفاريانت هو ألم ومفيش اسكيميك، بس في حاجات تانية، وان السايلنت هو مشكلة بس ملهاش ألم. عندنا بقى حاجة اسمها سندروم اكس، حاجة كده احنا مش فاهمينها. يعني ايه؟ هو ألم في الصدر بس مفيش مشاكل في القلب، ولا في اي اختلاف بيحصل في الريتم بتاع الهارت خالص، بس هو في الم. يعني هو في الم. طب ما اللي فات لا، الفيريانت كان هيحصل في مشكله عندنا، احنا اتفقنا ان انا عندي حاجات مثلا زي الـ مثلا الهايبوثايرو اللي هو الثايروتوسيس ديت، يعني ايه برضو؟ يعني السيمبتومز في وجود الم، في الم في الصدر، بس حتى لما نحط البيشنت بتاعي على جهاز الاي سي جي مش هلاقي اي تغيير في كهربة القلب خالص. طيب ما هو احنا كان عندنا في النون اثيريوس كولوروزيس اساسا في اي تغيير بيحصل في القلب؟ اه، ده في الكاردياك والنون كاردياك بيحصل فيه تغيير في القلب. دليل ان احنا لما قلنا على حاجة اسمها السيروتوكسيكوزيس، اتفقنا ان انا عندي الهارت ريت
لو ضغط القلب بتبقى زايدة قوي، يعني بيحصل هوت حاجة في القلب، هو دوت اللي ايه بيعمل لي البين، تمام. انما السندروم اكس دوت، انا حتى لما بحط البيشنت بتاعي على جهاز الاي سي جي انا ما بلاقيش مشكلة او بلاقيش تغيير جوهري حصل في الايه في القلب، عشان كده اسمه سندروم اكس. يبقى انا عندي في سندروم اكس ده الم من غير مشكلة اصلا، وعندي السايلنت او الاسيبتوماتيك مايوكارديال اسكيميا دوت وجود مايوكارديال من غير اساسا انجينا، وعندي الفاريانت انجينا وجود انجينال سيمبتومز بس مفيش اسكيميك ديزيز، وفي بقى عندنا الاسيريس كلوروزس اللي هي الايه الاسكيميك هارت ديزيز انجينا. طيب هنتكلم بقى عن الكورونري اناتومي. احنا قاعدين بنقول الكورونري هارت ديزيز مش عارف ايه وكده والشرايين التاجيه والكلام الفاضي ده، ايه بقى كل الكلام ده؟ تعالوا نشوف. بص يا سيدي، انا عندي ربنا خلق لنا في قلبنا في شريانين، الشرايين ديت هي اللي بتمد القلب بالدم عشان خاطر القلب يعيش. عندنا حاجة اسمها right branch وحاجة اسمها left branch. ال right branch دوت اسمه right coronary artery او RCA. ال RCA دوت اللي هو ال right coronary artery دوت بيبقى فيه ال right marginal branch، تمام. يعني بصي حاجة في الحتة اليمين اساسا، ال right دوت ما لا يهمني في اي حاجة خالص، الكلام كله هيبقى ايه على الليفت. الليفت ده الليفت برانش دوت عندنا اللي هو الليفت كرونري ارتري او ال LCA دوت متقسم عندنا لحاجتين، لحاجة اسمها ليفت سيركومفلكس برانش وليفت انتيريور ديسندنج برانش. اهيت ادي السيركومفلكس برانش وادي الانتيريور انترافينتيكولر ارتري، تمام. المهم دولت لو حصل فيهم ستينوزز او حصل فيهم اي مشكله هي دي الكارثه. انت جايبه لنا الكلام ده ليه؟ عشان خاطر تعرفوا المشكله بتحصل منين. لو حصل بالجنج هنا او قفله في الشريانين الامامير دولت، هو دوت اللي بتعمل لي ايه، بتعمل لي المصيبه والحاجات الايه الكبرى يعني. انما اليمين طبعا بتعمل مشاكل بس ايه الشمال اكتر، لان باختصار الشمال بيبقى موجود فوق الليفت فينتريكل، واحنا عارفين ان الليفت فينتريكل دوت هو ده المسؤول عن ضغط الدم اساسا. فلما يبقى حاصل ان الحتتين دولت مقفولين هيبقى ايه الدم اساسا مش عارف يخرج، دي الاورطة اهوت وايه شغل ايه تالتة ثانوي ده، ماشي. فبنقول لك على حسب مين اللي مقفول في الشرايين ديت، وعلى حسب العدد اللي مقفول قد ايه هنحدد المريض بتاعي الستيج بتاعته هي ستيج ايه. الكرونيك ستيبل انجينا دوت اول نوع عندنا، هل هنتكلم عليه النهارده؟ لا. ليه؟ عشان خاطر الفيديو ميبقاش طويل زياده عن اللزوم، بس هسجله ان شاء الله دلوقتي ان انا هقفل دوت وهعمله واظبطه وارفعه ان شاء الله. حاول اشتغل في الكرونيك ستيبل انجينا عشان ارفعه بعد منه على طول، يعني ماكس يوم كده ولا حاجه ان شاء الله، عشان خاطر يعني ايه بس الفيديو ما يبقاش طويل قوي والناس ما تفقدش تركيزها في الاخر يعني. يا ريت طبعا لو عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير وسبسكرايب للقناه على اليوتيوب، ومنشن اصحابكم عشان الفايده تعم. لو عايزتوا اي حاجه او في اي حاجه مش واضحه يا ريت تبعتوها لي على رسائل الصفحه او تكتبوها لي في كومنتات اليوتيوب. كانت معكم إسراء صبري وهنا كلينيكال ليكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.